العود احمده. يعني انا اخر مره كنت هنا كان من 10 سنوات في هذا المهرجان، الحمد لله عدت مره ثانيه. مبسوط ان المهرجان رجع مره ثانيه للعمل مره اخرى، وعرفت ان في معهد عالي للسينما سوف يتم افتتاحه هذا العام ان شاء الله او العام المقبل على الاكثر يعني. فدي كلها اشياء مفرحه بالنسبه لنا كواحد من عمال السينما.